مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد محصتكم ولادنا تحت جناحنا. اليوم موضوع مهم، كاع نحبوا ولادنا يديروا سبور، يديروا الرياضه، ولكن نتسألوا في اي سنه؟ ما كاش وقت يعني سن الرياضة اي نوع من الرياضه لازم يدير، اي نوع من الرياضه ما لازمش يدير. يا ديجا الجيم بيبي، يا لا بيسين بيبي، دونك لي زونفون يا اوكان بروبليم، ليسونسييل كي فون دو سبور. اليوم مع اخصائيين راح نتكلموا على الطفل والرياضه، نعطيكم بعض النصائح. الرياضه احنا تكلمنا كثير عن الرياضه من اجل التسليه، الطفل كذلك من خلال ممارسته للرياضه يتعلم المسؤوليه. نحكي على وليدي صغير خاصه يحب بزاف الرياضه. حصتكم ولادنا تحت جناحنا الموجهه لكم يا اولياء تجيكم هذا الاسبوع بموضوع مهم، هو الطفل والرياضه، لونفون اي لو سبور. تما يدير اليوم لا بيسين، هذا العام لا بيسين، ولا 3 mois de piscine après 3 mois تاع نبدلوا له باش تما كما نقولوا حنا ياخذ لا بسيكوموتريسيتي اون جينيرال. اولادكم لازم يديروا الرياضه، ولكن لازم تردوا بالكم، ما لازمش تركزوا عليهم، ما لازمش لا شارج بزاف عليهم والحمل يكون ثقيل عليهم. يمارسوا رياضه في الاسبوع ولا جميل، زياده على الرياضه في المدرسه، والرياضه في المدرسه مهمه. ثاني البنات لازمكم تديروا الرياضه، وان شاء الله ربي يوفقكم وتكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصه هذه. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان. حب وحنان.